ناطق باسم شبكة شام سيد سلام، كيف يبدو لك الوضع في دمشق وريفها؟ وهناك حديث مفترض عن ضربة عسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، هناك القوات النظام تخلي جزئيا مقر قيادة الأركان والقوات الجوية، وأيضا مطار دمشق الدولي الذي كان مقر للمخابرات الجوية ومقر لتدريب الجنود الإيرانيين والعراقيين، وأيضا تمركز المدفعية داخل المطار، جميعهم ذهبوا باتجاه الغوطة باتجاه المجاورة لمطار دمشق الدولي. وأيضا قام النظام بعمليات إخلاء لمقرات ودوائر رسمية مهمة قد تكون ضمن أهداف الضربة الجوية، وكما قام شاحنات بإخلاء مقرات الفرقة الرابعة خلف جبل قاسيوف في دمشق، وهي الفرقة المتهمة بقصف الغوطة بالكيماوي، عدا أنها العمود الفقري لجيش النظام. وهذا نعم. الأخلاء موظفي فرع المخابرات الجوية ونقلهم إلى مراكز سرية، في حين أبقى على آلاف المعتقلين في أقبية المخابرات. وايضا المواقع الامنيه سلام ايضا سلام ايضا يهمني ان اعرف عن طبيعه الحياه والمعيشه اليوم في دمشق، كيف يتعامل السوريون مع هذا الوضع؟ كيف يتخذون تدابير وقائيه من هذه الضربه العسكريه؟ نعم، السكان المدنيون يتسابقون الزمن لاستعداد الهجوم، فيكدسون الكثير من المؤن الغذائيه والامدادات، ويتزاحم اخرون للعثور على ماوى بعيدا عن الاهداف العسكريه المحتمله، فهناك صراع بين المدنيين لتخزين المواد الغذائيه، فهناك نقص كبير في المؤن الغذائيه داخل العاصمه دمشق وريفها، ومعظم السكان المتواجدون في بجانب الافرع الامنيه والمطارات توجهوا الى مناطق اكثر امانا. نعم سلام، أيضا هناك مناطق محاصرة مثلا منطقة مخيم اليرموك محاصرة منذ شهرين بشكل كامل، هؤلاء كيف يتدبرون أمورهم؟ نعم، مخيم اليرموك وحي التضامن والمنطقة الجنوبية لا حول لهم ولا قوة، فالمنطقة محاصرة أكثر من 9 أشهر، فيمنع دخول وخروج السكان المدنيين، وأيضا يمنع دخول المواد الغذائية لهذه المناطق. وأيضا بالعودة أختي الكريمة للضربة العسكرية، فهناك أنباء عن خلافات واختتال داخل التكنات العسكرية والمقرات الأمنية، بالإضافة لانهيار في صفوف قوات النظام. نعم سلام. نعم. محمد الناطق باسم شبكة شام كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا لك.